الهدف الرئيسي من ألعاب الفيديو هي إنها توفر المتعة للاعبين، لكن للأسف أحياناً عكس هذا الشيء اللي يصير. أحياناً ألعاب الفيديو ممكن تسبب إساءة لبعض اللاعبين أو حتى دول بأكملها. فهذا موضوع فيديو اليوم، 10 ألعاب أساءت لدول بأكملها وانحظرت فيها. فيلا خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ بس حاب أعلن عن الفائز في آخر giveaway على كارت شاشة RTX 2080 Ti. كان giveaway على آخر 3 فيديوهات توب 10 والفائز معنا هو عمر أحمد. إن شاء الله ألف مبروك، راح تواصل معك قريبا على الإيميل لأخذ معلوماتك وأرسل لك الكارت. والgiveaway الشهري الجديد على سماعة Sennheiser GSP670، هي تعتبر من أفضل سماعات الجيمينج للبلايستيشن والبي سي، ويقدر سعرها 300 دولار أو 1000 درهم أو ريال سعودي. إذا ودك تعرف معلومات أكثر عن السماعة شيك اللينك الموجود بالوصف، وإذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيها فكل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل فيه معك. وهذا الفيديو برعاية موقع نون. موقع نون عامل خصومات جدا كبيرة بتوصل ل70% ومستمرة فقط إلى 1/3 أي يوم الاثنين القادم، والخصومات مغطية جميع المنتجات تقريبا مثل ما شايفين. وموقع نون معروف بأسعاره الرهيبة، فمع أسعارهم الرهيبة حاليا عندهم خصومات فوقها كمان، والخصومات بتغطي قسم الجيمينج. في قسم جدا رهيب على الموقع خاص بألعاب الفيديو مثل ما شايفين، مقسم بلاي ستيشن، اكس بوكس، نينتندو او بي سي، بشكل يسهل عليك الوصول للمنتج اللي بدك اياه. غير كذا راح تلاقي كتير اغراض بالموقع مكتوب عليهم نون اكسبرس، هذه الاغراض توصيلها مجاني وممكن توصلك بنفس اليوم، وفوق كذا فينك تستعمل عليهم كود اللي هو جي في يو، وراح تاخذ خصم 10%، يعني الاغراض عليها خصم وهالكود راح يعطيك خصم ثاني عليها. انتم شايفين حاليا بالنسبه ليد استرو استعملت الكود واعطتني خصم 50 ريال. هذا الكود فعال على موقع نون بالامارات والسعوديه، فاي اذا كنت مخطط تشتري اي شيء فنصيحه اشتري على موقع نون قبل تاريخ 1/3 عشان تاخذ خصمين، خصم الموقع وخصم الكود. ويلا خلنا نبدا بالفيديو. بالمرتبه العاشره حضر لعبه وور اوف وورشيب او حرب السفن بكوريا الجنوبيه، فقط لانه فيها علم اليابان، بس مو اي علم لليابان، لا علم اليابان قديم اللي كان بالحرب العالميه الثانيه اللي بسموه رايزنج سن فلاج او علم شروق الشمس. قبل لا اتكلم على هالعلم اظن كلكم بيعرف علم النازيه او علم هتلر كيف بيسبب مشاكل لكثير من الناس، ومن جديد بطلوا يستعملوه في اي لعبه او اي فيلم لانه الكل بيعرف هتلر والنازيين وشو اللي عملوه بالحرب العالميه الثانيه من مصايب. بس اللي ما بتعرفوه انه في علم ثاني كمان بيعصب كثير من الناس وممنوع استعماله بس بآسيا، واللي هو علم اليابان أو الرايزنج سان فلاج تبع الحرب العالمية الثانية. وتقريبا لنفس السبب، اليابان بالحرب العالمية الثانية كانت تسوي مصايب، كانت تسوي جرائم كبيرة بس بدول آسيا، ومن أحد الدول اللي عانت من اليابان بالحرب العالمية الثانية هي كوريا. فحاليا كوريا منعوا هاللعبة بالكامل فقط لأنه فيها هالعلم، اعتبروه إساءة لدولتهم لأنه اليابان وقت كانوا يستعملوا هالعلم بالحرب العالمية الثانية وجرائم في كوريا، فما بدهم اي شيء يذكرهم بهالعلم. بالمرتبة التاسعة حضر لعبة Call of Duty Black Ops 2 بباكستان، وسبب الباند من وجهة نظري مبالغ فيه نوعا ما، لان انا لعبت اللعبة ولعبت القصة وفعليا ما في اساءة لباكستان. كل اللي في الموضوع انه في احد الاشرار راح وتخبى في باكستان، حتى الشرير نفسه ما هو باكستاني بس راح تخبى في باكستان هو وجنوده، وانت من القوات الامريكية بتروح وبتحاول تقضي عليه في مدينة في باكستان، وعشان هالسبب اللعبة انحضرت هناك. وكان رد باكستان انه اللعبة عم تنشر فكرة انه باكستان منطقة لإيواء الارهابيين او شيء من هالكلام. بالمرتبة السابعة حضر لعبة توم كلانسي جوست ريكون 2 بالمكسيك، وسبب الباند انه اللعبة عم تطلع المكسيك انه فيها كتير عصابات وجرائم وقتل. بس الشيء الغريب انه في كتير العاب نزلت قبلها وبعدها وعم تطلع المكسيك انه فيها عصابات وجرائم قتل، لانه بالحقيقة هذا واقع المكسيك او جزء من المكسيك، وما انحضرت فقط هاللعبة اللي انحضرت. فشيء غريب الصراحة، شكله المسؤول عن الحظر كان يوم سيء هداك اليوم وقرر يمنعها، مدري، بس لانه فعليا في كتير العاب نفس Call of Duty فيها مهمات بالمكسيك وعصابات وكذا وما منعوها ونزلت بشكل عادي، هاللعبة بالذات اللي انحضرت. بالمرتبة السادسة حضر لعبة Battlefield 3 في ايران. لعبة Battlefield 3 تعتبر من افضل اجزاء بالسلسلة ومن أفضل ألعاب الشوتر عالميا، وانمنعت في إيران لأنه في أحد المهمات بطور القصة الجيش الأمريكي بيهجم على طهران اللي هي عاصمة إيران.
You come to our country to murder us, yet we are the terrorists. مع إنه أحداث اللعبة خيالية يعني غير واقعية وبالمستقبل وما في أسامي رؤساء حقيقية ولا أي شيء، بس مع هيك تم منع اللعبة بالكامل في إيران. وكان الرد من إيران أو سبب المنع هو إنه اللعبة عم تشجع الغزو الأمريكي لإيران. بالمرتبة الخامسة حضر لعبة Command and Conquer Generals في الصين. هاي لعبة قديمة وهي من أكثر الألعاب العزيزة على قلبي، كنت ألعبها كثير أنا وصغير، وأظن اللي عم تشوف هالفيديو من جيل التسعينات أكيد متذكر هاللعبة. لعبة حروب واستراتيجيات، واللعبة فيها ثلاث فرق أساسية: أمريكا، الصين، وباكستان. فبأحد المهمات بطور القصة الجيش الأمريكي بيهجم على الصين وبيفجر قنبلة نووية بنص بكين عاصمة الصين. فيعني أظن مطورين اللعبة قبل ما يعملوها كانوا متأكدين أنه راح تنمنع بالصين. الصين بيمنعوا كل شيء، الصين منعوا ألعاب لأسباب أتفه من كذا بكتير، فما بالك قنبلة نووية عم تنفجر بنص الصين وجيش الأمريكي عم يهجم على الصين. شيء أكيد كان أنه اللعبة هي راح تنمنع، وحتى الصين طلعوا قرار أنه أي واحد رح يمسكوه عم يلعب هاللعبة رح يتغرم وينحبس. المرتبة الرابعة حضر لعبة Battlefield 4 في الصين. تقريبا نفس سبب حضر لعبة Generals اللي بالمرتبة الخامسة، حتى مطورين Battlefield اللي هم دايس بشركة EA نفسهم اللي طوروا لعبة Generals، بس اللعبتين مختلفين كليا عن بعض وفي بيناتهم فوق العشر سنين. بس سبب انه في احد المهمات بالصين والجيش الامريكي بيهجم على الصين، وفي ماب بالمالتي بلاير كان جدا مشهور انه بالصين فينك تفجر فيه بناية كاملة وتنهدم. بس قصة Battlefield 4 كانت محبوكة نوعا ما، يعني ما هم طالعين الصينيين اشرار والامريكان هم الابطال، لا، قصة نفس اي قصة حرب، مطلعين انه في الكويس والشرير من كل بلد، بس مع كذا منعوا اللعبة بالكامل بالصين. بالمرتبة الثالثة دولة بوليفيا حضرت لعبة Ghost Recon Wildland، ومو بس حضرتها ولا وراح تتهاجم اللعبة وتحاول تمنعها في دول ثانية. والسبب انه احداث اللعبة بدولة بوليفيا ومطلعين الدولة على انه ما فيها حكومة، واللي مسيطر وعم يحكم الدولة هم تجار المخدرات. لو بتروح وبتقرأ عن بوليفيا راح تلاقي انه هالكلام يعني فيه من الصحة جزء كبير، بس طبعا اي عمل سواء لعبة فيلم او حتى صحفي راح يتكلم على هالشي ويعلنه فراح يهاجم من الدولة. فنفس الشي صار مع لعبة Ghost Recon، حضروها في الدولة بشكل كامل وحاولوا يحضروها في دول ثانية كمان. في المرتبة الثانية حضر لعبة Call of Duty Black Ops 1 في دولة كيوبا. أظن معظمكم سامع باسم فيديل كاسترو أو على الأقل شايفين صورة، هذا الرئيس السابق لدولة كيوبا، وعدد جدا كبير من الناس بكيوبا وبالعالم بيعتبروه بطل. بكل صراحة ما أعرف قصته بالضبط، بس اللي أعرفه أنه يعتبر رمز للحرية والثورة ضد الأمريكان والغزو الأمريكي على العالم. والحكومة الأمريكية حاولت تختال وتقتل فيديل كاسترو عشرات المرات في الحقيقة، وكل محاولاتهم فشلت، وبالأخير مات موتة طبيعية ما حد اختاله ولا شيء. فبقصة Call of Duty Black Ops 1 انت بتلعب في البطل وبتحاول تختال فيديل كاسترو جوا اللعبة. فحكومة كيوبا حضرت ومنعت اللعبة وقالت انه الشيء اللي الحكومة الامريكية ما قدروا يعملوه خلال 50 سنة حاليا عم بيحاولوا يعملوه جوا اللعبة. بس في اللعبة اصلا مهمة اختيال فيديل كاسترو بتفشل، ما بتقدر تقتله، فيعني نوعا ما اللعبة عم تورجينا التاريخ الحقيقي. في الحقيقة الحكومة الأمريكية حاولت تختاله وفشلت، وهذا الشيء اللي عم يورجونا إياه في اللعب. بس كمان في اللعبة مطلعين فيديل كاسترو كشرير، فنوعا ما ممكن أتفهم سبب حظر اللعبة. فأي يا شباب هالفيديو لليوم، أتمنى يكون عجبكم، أتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات شو أكثر لعبة أساءت لدولة. أنا بالنسبة إلي المركز الأول. وبس كان معكم شركيال شركي كيش، كم فيديوهات تاني إن شاء الله، مع السلامة. I'm not afraid of the dark.